هلو، اليوم راح نسوي ان شاء الله مرقة الباذنجان على الطريقة العراقية. المكونات ان شاء الله راح تكون اثناء الطريقة. خلونا نروح ونشوف الطريقة. في البداية راح نحمي الزيت، نخلي قطع اللحم ونحمسها. بعد ما نحمس عندي اللحم راح نخلي مقدار بصلة مفرومة. نحمس البصل مع اللحم. ملعقتين كبار معجون طماطم. بعد ما انحمست عندي الطماطم راح اخلي فوقها الماء الحار، وراح اخلي المرقة على نار متوسطة مدة ساعة الى ساعة ونص على ما يستوي اللحم. في تاوة ثانية نحمي الزيت علشان نقلي الباذنجان. بعد ما مرت ساعة ونص تقريبا على المرقة، الحين راح نخلي الباذنجان داخل المرقة. راح نخليها تقريبا ربع ساعة على النار. وبالنهاية ما يحلي مرقة الباذنجان غير الثوم، وراح نخلي تقريبا 4 فصوص ثوم، شوية كزبرة، ونكون خلصنا. وبجذي نكون خلصنا مرقتنا لليوم، مرقة الباذنجان على الطريقة العراقية. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. إذا حابين تابعوني على الانستغرام zuzu.diary، وأي اقتراحات وتعليقات بليز حطوها تحت بالكومنتس. باي باي.